هتلاقي دايما الكولكشن بتاعها دايما خلصان، يعني مجرد ما هتدخل كده هتلاقي الكولكشن ما شاء الله خلص. النهارده ضيفتنا جهاد ماهر منورانا. ميرسي، اهلا بيك. عايزاكي تكلميني بقى عن الموديلات اللي انت بتعمليها الفتره دي. الموديلات اللي انا بعملها الفتره دي، انا لازم يعني اول كوليكشن لازم يبقى فيه بليزرات، لازم يبقى فيه فورمال. عندي بهتم طبعا بالسيتس، لازم اي كوليكشن صيفي بعمله لازم يبقى فيه سيتس. طيب عايزاكي تكلميني عن الجاكيت ده الاول، ده بليزر، البليزر الاول. ده يعني الماتيريال بتاعته سكوبا مستورد في السوفت. بحب على طول اهتم ان لازم البليزرات تكون مبطنه، بحس ان هي بتدي يعني وقار للبليزر، ويعني بهتم بأداء التفاصيل. الموديل البيست سيلر عند جهاد بالنسبه للكوليكشن الصيفي السيتس، طبعا لازم يبقى فيه سيتس. حاجه عمليه والبنات بتحب تلبسها او الامهات بتحب تلبسها، بالنسبه في الصيف مثلا بتبقى حاجه سهله وسريعه. انت عارفه الجينسات والحاجات دي في الجو مش بتبقى عمليه، مش بتنجز، فالسيتس يعني منجزه سواء للبنات او للامهات. معانا صوره دلوقتي الساتمن سيت بتاعت جهاد يا جماعه على الشاشه نقدر نشوفها. ده الكولكشن الجديد. ده الموديل اللي انا عملته اكسكلوسيف للحلقه اصلا. عملت 3 موديلات جداد للحلقه. ده بيتلبس ب3 طرق. الكارديجان بتاعه بيتلبس يعني بكذا طريقه، حبيت ان انوع فيه، يعني يبقى فيه افكار جديده ما يكونش مثلا منتشر. ده يعني هو ده اللي انا عملته. ده اول حاجه خاصه بالبرنامج. ايه تاني عملتيه البرنامج بقى؟ بالنسبه للبرنامج برضو الموديل ده، ده عباره عن شيميز ببنطلون وعليه فكره جيب من فوق. ينفع مثلا الشميز دي يتلبس مفتوح عليه، ينفع يدخل من جوه برضو، وحبيت ان هو يبقى ليه يتلبس بكذا انت طريقه. حابه تعملي حاجات للمحجبات تبقى شيك وفي نفس الوقت ما تبوظش الحجاب. بالظبط، انا اهم حاجه عندي لازم في البراند بتاعي ان انا اهتم ان ده يعني براند محجبات، فهمتيني؟ يعني الكلاينت بتاعي عندي 90% منهم محجبات، بيبقوا مستنيين الكوليكشن، مستنيين وعارفين ان الحاجه بتبقى فضفاضه، الحاجه بتبقى مغطيه. بهتم بالحاجات دي قوي. معانا صوره كمان لبلازر برضو انت عاملاه شكله ده مختلف. كان اول بليزر في الكوليكشن الصيفي بتاعي وما شاء الله كسر الدنيا ما شاء الله. والسوت ودي ست كانت الماتيريال بتاعتها ساتان ارماني مستورد، ودي برضو كانت في الكوليكشن التاني للصيف وما شاء الله برضو. ومعانا كمان السات دي، دي برضو من الكوليكشن التاني بتاع الصيف. ما شاء الله مكتسحه برضو عندك. بس كانت التوب بتاعت الكوليكشن هي التايجر. ما شاء الله هي كانت حلوه قوي. ما شاء الله. طيب عرفت كمان ان انت بتنفذي اي ديزاين، يعني اي حد بيبعت لك ديزاين ممكن تنفذيه ولا بيبقى الموضوع صعب؟ في الاول كنت ممكن ان انا ممكن انفذ اي ديزاين لاي حد، بس مع الوقت ما بقاش ينفع ان انا انفذ مثلا بالقطعه، لان انا يعني بصنع بالكميات. يعني بدي جمله، يعني بالنسبه لي ان انا اعمل قطعه واحده مش بينفع معايا.